طريقة للأكل 99% ما يعرفونها بصورة صحية وصحيحة، لأن إذا ما تأكل بصورة صحة وصحيحة صحية راح تجيك أمراض، أمراض المعدة والجهاز الهضمي وأمراض السمنة، وهي كالآتي. بس يكتبون لنا الصوت واضح لو لا. حياكم الله من كل مكان، كلكم وردة وجمعة مباركة، اليوم جمعة خير وبركة. اكتب لي واضح لو مو واضح. أول شيء خمس نقاط تتذكرهن من تأكل أنت. أكلك أكلك الوقت مالته مو أقل من ربع ساعة ولا أزيد من نص ساعة، يعني مو بخمس دقائق تاكل وتفلت، ماكو معركة هي واحد حرامي وراك، لا، خمسة دقائق ربع ساعة إلى نص ساعة، لأن أقل من ربع ساعة راح يسوي سوء الهضم عندك ويسوي ارتجاع المرئ، وأكثر من نص ساعة راح يسوي لك عندك السمنة إذا تتأخر بالأكل وعلى كيفك. وهذه هاي رقم واحد حفظتوها حفظتوها. السباعي البطل يكتب ليهن بالملاحظات، يكتب أكل مدة الأكل أكثر أو أقل من نص ساعة إلى ربع ساعة. رقم اثنين إطلاقا ماكو تشرب ويا الأكل المي إطلاقا، ولا مشروبات غازية أو غيرها للجماعة، اللي تشربه فقط لبن. يعني أكو ناس متعود من يأكل يشرب شيء وياه فقط اللبن، لأن اللبن هو أصلا غذاء فيحتاج لهضم. أما المي والمشروبات الغازية إطلاقا خطأ. هاي رقم اثنين. رقم ثلاثة أخواني إطلاقا إطلاقا، من أقول إطلاقا يعني انتهي من عدها، أنا دا أفيدكم بالأكل الصحي والصحيح وتحافظ على جسمك. هذا قوم أخواني الشاي والقهوة إطلاقا ما تكون ما بعد الأكل أقل شيء ساعة، أقل شيء ساعة تنتظر يلا تشرب الشاي. إحنا متعودين العراقيين والعرب حتى بالسويد يأكل منا راح يشرب القهوة مالته أو الشاي رأسا مباشرة بعد الأكل، هذا خطأ لأن يسبب سوء في امتصاص خصوصا المعادن والفيتامينات وأهمها الحديد، وتعرفون هذا الشيء. إذن ماكو شراب الشاي والقهوة إلا بعد ساعة. الشغلة يا رقم مصنع اللي عنده سمنة، يعني رجل سمين ويريد يخفض من السمنة مالته، يبدي بالسلطات وينتهي بالماعون الرئيسي، مو بالعكس. يعني ياكل السلطة بالبداية وبعدين يلا ياكل القوزي والتمن والمرق والهادي، مو بالعكس. احنا ناكل لا مو ولا ياكلها ويا الاكل ويا لا، يبدي بيها خصوصا مرضى السكر. يعني اذا رحم الله والديك، اذا تعرف مريض السكر اكتب اسمه بالتعليق يستفاد. ياكل السلطة، خيار، طماطة، سلطة، اي شيء سلطة، زين زين هاي الملفوفات السلطة يثربها وهذه زين. وهاي الشغلة الخامسة والاخيرة، يعني هاي ضرورية جدا، الشخص اللي راح ياكل لازم دائما تكون خلي وياك النومي او الحامض او السترون السبيب العراقي، نومي زين الحامض شوية خلي على الاكل مالتك خصوصا الزلاطة. الفيتامين سي موجود في هذا بشكل مركز ويفيدك من انت الطفل الكبير. ها عوفة أمين، مو قلت لك عوفة بابا، هاي أمين وصوفية يمي اليوم. الله يحفظ أولادكم، حتى الأطفال تخلوا لهم النومي دائما موجود في البيت عندك، النومي تخليه زين. خمس نقاط تتعلمها وعلمها للناس أولادك وأصدقائك زين، واكتب لي تم لي طبق، لأن إذا ما تكتب لي تم يعني ما تطبقون حكي الدكتور وليد سرحان حرامات. أرجع أقول لك وليد سرحان من سرقة الأفلام مالته ودا يبيعون منتجات ما أعرف شنهي، وحتى يقولون سكرتير إحنا الدكتور وليد سرحان إطلاقا. إن شاء الله إن شاء الله إذا شيء يفيدكم إن شاء الله جايب لكم إياه، ومن هاي الصفحة يعني تتابعها هاي الصفحة، لأن كثير ناس يشاهدون ويعجبون خلي القلب أحمر بس ما يتابع الصفحة. تابع وكل يوم مر على الصفحة جزء أكو شيء بخير لكم، يعني خصوصا بالقولون أبو السكر أقول لكم يابا هذا زين لكم، أخذوا وكلكم وردة ورحمة الله والديكم، جمعة مباركة عليكم. انشر للناس واكتب أهل السكر ضروري يجون يسمعون هذه المحاضرة. حياكم الله.